الناس ما فيش حديث في كل البيوت المصرية بيخلو من الحديث عن الكورونا، فأنا عايزة أعرف حضرتك بقى متابع تفاصيل الكورونا ولا مش مهتم خالص؟ لأني هسألك سؤال فني. لا ده أنا متابع بشكل جيد يعني. طيب هسأل سؤال بشكل فني. أنت فنان تشكيلي شهير جدا ولك سمعة بره مصر وجوه مصر، لو تخيلت فيروس كورونا ده هترسمه في لوحة تجريدية أو سريالية أو أي حاجة يعني من الأسماء الجامدة دي، هترسم كورونا إزاي فاروق حسني؟ ما أقدرش أشوفها ولا أحب أشوفها. مش عايز أشوف كورونا. الرسم ما بيجيبش عدوى، الرسم ما بيجيبش عدوى. والله لو تخيلته كده الفيروس التاجي ده هترسمه بلون إيه؟ بشكل هتشوفه خسارة في أي لون. معلش والله العظيم ادينا خيال تشكيل. هتدي لون ايه؟ هتخليه شرس ولا لطيف ولا ايه؟ هتشوفه ازاي؟ لا انا اشوفه شرس زي كل الناس ما شايفاه وبتحاشاه كمان، يعني تحاشى كلام عنه عشان ما اشوفهوش. مش عايزاني اشوفه. لانه ده بيحصد ارواح يعني بريئه وكده يعني. يعني انت لوحه فيروس كورونا مش هتحط فيها الفيروس ولا اشوفه حتى. هتخليها بيضة مثلا زرقاء ولا سودة حتى. الفنان التشكيلي المصري بعد الفاصل نرجع لمؤسسة فاروق حسني.